شيء الاطر تاع الهيئه الوطنيه للمتصرفين عقدت اليوم الاجتماع تاع المكتب ديالها، اشن اهم الاشياء اللي ناقشوا في هذا الاجتماع؟ اولا اليوم نظمنا كهيئه ديال المتصرفين الاطر الاداريه التجمعيين لقاء عادي، لانه دائما في اطار البرنامج ديال الاجتماعات واللي عقدناه اليوم بمدينه الجديده في اطار في جهه الدار البيضاء سطات، واللي اللقاء اولا في الظروف الحزينه اللي مر منها المغرب، حزينه كحدث ولكن اعطت طريق امل من خلال ما تتبعه العالم من التآزر والتلقائيه ديال الشعب المغربي كله لمساعده هذه الفئات كلها. ثانيا سجل الاجتماع الموقف الايجابي من ردود الفعل الحكوميه فيما يخص لدى صاحب الجلاله بطبيعه الحال تحت التوجيهات ديال صاحب الجلاله، ولا الاجراءات الحكوميه اللي ان شاء الله اعلن على 120 مليار ديال الدرهم في خلال 4 سنين من اجل اعاده هيكلات وبناء وتعمير واعمار المناطق المتضرره. بعد ما وقف المكتب على هاد المسائل هذه انطلقنا الى جدول اعمال اللي في الاساسي منه وضعنا واحد البرنامج ديال 9 ديال الندوات جهويه حول تجويد موقف الهيئه من تجويد كيفاش كتقترح تجويد الاداره باش يمكن لها تنسجم مع البرامج الحكوميه وتاثر فيها، واللي اليوم غتنطلق هنا بمدينه الجديده بالندوه اللي غتكون ان شاء الله اليوم، والبرنامج هو مليء اللي غادي يمتد لمده 3 اشهر باش ان شاء الله غادي نخرجوا بواحد المجموعه ديال التوصيات اللي غادي نعرضوها على الاطارات الحكوميه المختصه. شنو الهدف من هذه الندوات اللي غديروا نتوما؟ وهذا هو اننا نحضروا واحد التصور ديال الهيئه لكيفيه تجويد الاداره وجعلها عامل ايجابي وعامل مساعد وعامل اساسي للاستثمار ولتقويه الاداء الحكومي. اذا هذا هو الموضوع ديالنا. اي حكومه تجي للمغرب يعني تترفع شعار تاع تجويد الاداره العموميه، ولكن تنشوفوا كظهر اللقمه تبقى على حالها، يعني شنو القيمه المضافه انتم كهيئه للمتصرفين اللي غتقدموا في هذه الهيئه؟ القيمة المضافة أولا هي أولا في التشاور، لأننا ماشي عطيناه الآن بيروديتود، ماشي جلسنا في المكتب ونوجدوه أو عطيناه الأساتذة جامعيين أو هذا، لا، إحنا إن شاء الله نقوموا بواحد الجولة في 9 ديال الجهات من خلال ندوات الانفتاح على هذه الأطر وعلى هذه المتصرفين بمختلف الجهات ديال المغرب، إن شاء الله باش في الأخير غادي نجمعوا ذاك التصورات كلها واللي هي تكون مجال ديال الاقتراحات اللي غنقدموها للحزب اولا وللاجهزه الحكوميه المختصه. شكرا سي مرشد.